ذكرها المولى في القرآن حديث الخضر وآياته ويوم السينا وعصاته موسى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أن رفض العبيد دخول بيت المقدس ومحاربة من فيه لكي تعلو كلمة الحق، وبعد أن شكى موسى لربه ما فعله العبيد معه، وبعد أن أيقن أنهم لن يدخلوا بيت المقدس، دعا الله أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين. كيف أرضون بهذا الأمر؟ كيف أتركون مدينة بيت المقدس ويلقونها وراء ظهورهم هكذا؟ هل يوجد أحسن من هذه المكافأة للعبيد؟ كيف لا يطيعون أمر الله ورسوله؟ إن عبيد بني إسرائيل لا يستحقون بيت المقدس، وإن بيت المقدس سيحرره من يستحقه. لله الأمر من قبل ومن بعد. هيا هيا هيا. وقدسا وقدسا. كفاك نواحا، هيا هيا. واستجاب الله لموسى وأنزل غضبه على عبيد بني إسرائيل وحرم عليهم دخول مدينة بيت المقدس 40 سنة، وجعلهم يتيهون في الصحراء هذه 40 سنة. 40 سنة في الصحراء وليس لهم من الشمس ظل ظليل، وبدأت سنوات التيه والغضب، وتعطل حلمهم بعد أن كان على بعد خطوات قليلة منهم، وحزن موسى بعدما علم بأمر الله، ولكن الله عز وجل قال له: فلا تأس على القوم الفاسقين. أيجوز هذا الأمر؟ أنكون على أبواب مدينة القدس ولا ندخلها؟ إلى متى؟ إلى متى سيظل العبيد يخالفون موسى وربه؟ إلى متى سنظل عبيدا؟ الرحمة، الرحمة يا الله.
أبعد كل هذا السير نعود أدرجنا بدون نتيجة؟ لماذا تقول لي هذا الكلام؟ اذهب وكلم موسى. لو كنت أعلم أن موسى سيسير بنا إلى بيت المقدس ما كنت تركت مكاني في مصر من أول الأمر. نحن نستحق ما يحدث لنا لأننا وثقنا في موسى منذ بداية الأمر، وظهر في النهاية أنه لا حول له ولا قوة. إنه حقا نبي الله. ولقد كان موسى حزينا لفراقه بيت المقدس، ولكن ما بيده حيلة. لقد أخبر العبيد بما أوحى الله به إليه، ولكنهم لم يطيعوه، ولهذا استحقوا التيه. وكان موسى حزينا يفكر فيما فعله اليهود بأنفسهم، وكيف عصوا الله بعد أن نجاهم من فرعون، وكيف لم يطيعوه بعد أن أمرهم بدخول بيت المقدس، وصبر موسى على العبيد كي يكمل رسالته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ودخل العبيد على المجاعة بعد أن نفد طعامهم وشرابهم. ماذا سنفعل يا زوجي؟ لقد أشرف طعامنا على النفاد. إذن فلنخبر موسى بأمر الطعام، يجب أن يجد لنا حلا لهذه المشكلة. نعم، يجب أن يجد لنا موسى حلاً لهذه المشكلة الخطيرة. إن استمر هذا الأمر أكثر من هذا سنموت في الصحراء. وجاع القوم وعطشوا، وكان لابد من تدخل موسى في الأمر. إن طعامنا قارب على الانتهاء يا موسى، وما زلنا في الصحراء التي ليس بها زرع ولا ماء. من أين سنأتي بالطعام يا موسى؟ أخبرنا. افعل شيئا يا موسى. هل أخرجتنا من مصر كي نموت في الصحراء من الجوع؟ هيا فلتدعو ربك أن يرسل إلينا طعاما، العبيد جائعون. لن أسامحك يا موسى إن لم تنقذنا مما نحن فيه. سنفنى في الصحراء. لقد غرق فرعون في الماء، وسنموت نحن في الصحراء، وتنهشنا الطيور والضباع والذئاب. يا موسى، وإن لم نمت من الجوع فسنموت من لهيب الشمس. هيا هيا يا موسى، ادعو ربك ليخرجنا من هذا الجحيم. هيا هيا يا موسى، ادعو ربك. هيا يا موسى.
ودعا موسى ربه فاستجاب له وأرسل عليهم سحابة تقيهم حرارة الشمس. هيا فلتأكل المن والسلوى. إنه لطعام شهي. يجب أن يكون شهيا، فإنه طعام رب موسى. إنني لم أذق طعاما بهذا الجمال من قبل. نعم، لأنه طعام أتى من السماء. لا أعلم ماذا كان سيحدث لنا إن لم يكن معنا موسى في هذا الأمر. إن لم يكن معنا موسى ما خرجنا من مصر، ثم إن موسى ملزم أن يأتي لنا بالطعام. وهل تنصل موسى من المسؤولية؟ إننا كلما وقعنا في مأزق دعا الله لنا ليخرجنا منه. إن الله يجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. فليدعو موسى كذلك ربه أن يخرجنا من هذه الصحراء. لا تخف، سيخرجنا منها موسى بإذن الله. أنا لا أستطيع أن أكتشف سر هذا الطعام، ولا أعرف لورقة هذه الشجرة موطنا، وأنا لا أعرف لهذا الطائر شبيها على الأرض. من أين يأتي موسى بهذه الأشياء؟ ونقول على أنفسنا من علماء بني إسرائيل. كيف أكون من علمائها وأنا لا أعلم شيئا عن هذا الأمر؟ إن موسى هذا لغريب حقا، إنه يفعل أشياء لا يتخيلها عقل ولا يفسرها علم. لقد شربت كل ما كان معي من ماء أيها العبد النتن. وماذا أفعل؟ لقد كنت عطشان ووجدت الماء أمامي، هل تريدني أن أموت عطشان؟ لقد شربت المياه عن آخرها ولم تترك لي شيئا، تبا لك من عبد طماع. إنني ظمآن وأريد أن أشرب ولم يعد معي ماء، ماذا أفعل الآن؟ يا موسى اخرج لترى ماذا فعل ليشع معي. لقد شج رأسي، شج رأسي بسبب القليل من الماء. لقد فرغ مني الماء، وعندما شربت من مائه ضربني على رأسي وكاد يقتلني. أهذا الذي أمرتنا به؟ وأنا كذلك يا موسى، لم يعد عندي ماء، ماذا أفعل؟ هل أسرق ماء صاحبي لكي أشرب؟ وأنا كذلك أريد أن أشرب وقد فرغ ما معي من ماء.
وأنا كذلك. افعل شيئاً يا موسى. ادعو لنا ربه لكي ينزل علينا ماء كما أنزل المن والسلوى. أنا عطشان. افعل شيئاً يا موسى. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم. وحكمة